السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله دي خامس محاضرة وبإذن الله آخر محاضرة لينا في موضوع نظم المعلومات المحاسبية المتقدمة. هنتناول في المحاضرة دي المحاسبة عن عقود المقاولات. أي شركة بيبقى ليها نظام محاسبة تكاليف، وده بيبقى من ضمن نظام المعلومات المحاسبية المتواجد في الشركة. نظم محاسبة التكاليف نوعين: نظام تكاليف المراحل الإنتاجية، وده بيطبق في المنشآت الصناعية اللي إنتاجها نمطي، بتنتج نفس الإنتاج وبكميات كبيرة جدا بنفس المواصفات زي مصانع المواد الغذائية ومصانع أدوات النظافة والسيارات وصناعة الغزل والنسيج والحديد والصلب إلى آخره. النوع الثاني من نظم التكاليف نظام التكاليف الأوامر الإنتاجية، وده بيطبق في المنشآت الصناعية اللي بيكون فيها الإنتاج غير النمطي، بيعتمد على رغبات ومواصفات العميل في إن هم ينتجوا له منتج يفي بالمتطلبات والمواصفات دي، ودي بتبقى موجودة في صناعات الأثاث والمقاولات والسفن. نظام الأوامر الإنتاجية بيتميز بنوعين رئيسيين: أوامر إنتاجية بنفذها جوه الشركة نفسها، وبتكون دايما خلال فترة مالية واحدة، وبتكون قيمتها البيعية نسبيا قليلة مقارنة بالنوع التاني اللي هقوله كمان شوية، بتسمى الأوامر الإنتاجية. الأوامر الإنتاجية اللي من النوع التاني بتتم خارج المنشأة وبيتطلب تنفيذها عدة فترات ممكن تتداخل في أكتر من فترة مالية من فترات حياة الشركة، قيمتها بتبقى ضخمة. أشهر أمثلتها عقود المقاولات، وهي بتبقى عقود طويلة الأجل. علشان أدرس عقود المقاولات أو طبيعة نشاط المقاولات، أتعرف الأول على ماهية عقد المقاولة. يعني إيه عقد مقاولة؟ ده عقد بيتم بين طرفين، أحدهما شركة المقاولات والطرف الآخر العميل اللي بيرغب إن هو يبقى عنده مبنى، فيلا، عمارة، مكتب بمواصفات معينة، فبيروح للشركة وبيبرم معاها اتفاق أو عقد إنها تنفذ له الأمر الإنتاجي ده بالمواصفات اللي هو عايزها، مقابل طبعا مبالغ من الأموال بيدفعها العميل للشركة. أطراف عقد المقاولة هما العميل اللي هو راغب الأمر الإنتاجي أو صاحب الأمر الإنتاجي اللي هو عايز المبنى يتنفذ لمصلحته، والمقاول أو شركة المقاولات اللي بتقوم بعملية التنفيذ. إجراءات إعداد وتنفيذ عقود المقاولات بتمر بمجموعة من المراحل هنتناولها فيما يلي باختصار. بداية بيقوم العميل أو صاحب العمل اللي هو الراغب في إن الشركة تشتغل له الأمر ده بطرح مناقصة بين مجموعة من المقاولين أو الشركات. بتتقدم الشركات دي ليه وبتشتري حاجة اسمها كراسة الشروط. بيبقى في الكراسة دي المتطلبات والمواصفات اللي بيرغب فيها العميل في المبنى اللي هو عايزه. كل شركة أو كل مقاول بيقدم عرض عبارة عن عطاء بيصاحبه حاجة اسمها خطاب تأمين ابتدائي عشان أضمن جدية الشركة أو المقاول في التنفيذ. خلال المرحلة دي بيجمع العميل العطاءات أو العروض المقدمة ليه وبيبتدي يدرسها. كل عطاء بتبقى فيه حاجة اسمها قائمة التكاليف التقديرية لعقد المقاولة، ودي بيتم فيها حصر بنود الأعمال المطلوب تنفيذها وتقدير التكاليف المباشرة الخاصة بكل بند منها والتكاليف المباشرة الأخرى زي الصناعية والإدارية، ونصيب العقد أو الأمر ده من مصاريف الشركة الغير مباشرة بجانب نسبة من الربح علشان الشركة يبقى بالنسبة لها في مكسب يبرر إنها تقوم بالعمل ده. طبعا النظام المحاسبي في الشركة خاصة نظام محاسبة التكاليف هو اللي بيقوم بتوفير المعلومات دي وإعداد القائمة دي، وبتتحط ضمن العروض اللي بتقدمها كل شركة للعميل. الشكل اللي قدامنا ده بيوضح بشكل مبسط قائمة التكاليف التقديرية اللي بيعدها كل مقاول أو كل شركة مقاولات علشان تتقدم
انها تاخد الامر ده وتنفذه. واضح ان عناصر التكاليف بتبتدي بالاعمال التمهيديه، ان انا بجهز الموقع علشان ابتدي اعمل الاعمال الانشائيه بتاعتي والاعمال التكميليه، بحط اي مصاريف مباشره اخرى، ونصيب العقد ده من التكاليف الغير مباشره للشركه مع اضافه نسبه كربح للشركه. الاجمالي بيبقى القيمه التعاقديه اللي بتعرضها الشركه على العميل علشان يبقى عارف هو هيدفع مبلغ قد ايه لما الشركة تنفذ له الامر ده. بعد ارساء المشروع على شركة معينة بنبتدي نحرر العقد ما بين الشركة دي والعميل. بارساء العطاء على المقاول بيحول التأمين الابتدائي اللي هو كان دفعه مع كراسة الشروط عشان نضمن جديته لحاجة اسمها تأمين نهائي، يعني بيعلي المبلغ شوية اللي سايبه كتأمين لجديته ان هو هينفذ الكلام اللي اتفق عليه او الوارد في العقد. بعد ما بيكمل التأمين النهائي، المقاول بيستلم الموقع وبيبدأ في تجهيزه وبيبدأ في تنفيذ العمليات. بعض الشركات بتقوم بتنفيذ المشاريع بنفسها كلها، المبنى كله الشركة هي اللي بتبقى ملزمة انها تنفذه بتشطيباته، بأعمال مثلا الكهرباء والسباكة والسيراميك. وفي شركات تانية ما بيبقاش عندها الإمكانية دي، فبتلجأ إلى مقاولين آخرين يشطبوا لها بعض الأعمال في المشروع بتاعها أو العقد اللي هي أبرمته مع العميل. بسمي المقاولين الآخرين دول مقاولي الباطن. في نهاية المشروع بيتم عمل محضر الاستلام الابتدائي، بيجي العميل ومعاه المهندس بتاعه وبيشوف هل فعلا المبنى اللي تم وفقا للمواصفات اللي تم الاتفاق عليها وان بنود العقد تم تنفيذها. بمجرد ان الحاجة اتقبلت بيدفع العميل باقي المبلغ المستحق للمقاول، وبعد كده بيديله او بيفرج عن خطاب الضمان السابق ان المقاول كان حطه لصالح العميل علشان ضمان الجدية. أنواع عقود المقاولات متعددة، بس أشهرها عقد بيبقى محدد السعر، معدل السعر بتاعه ثابت وفقا للعقد المبرم ما بين الطرفين، لكن بيتضمن شرط اني ممكن اعدل التكلفة الفعلية دي في ضوء مثلا تغيرات الاسعار، معدلات التضخم، ارتفاع او انخفاض اسعار العملة. في نوع تاني بيبقى عقد التكاليف عبارة عن، أو عقد المقاولات عبارة عن التكاليف مضافا إليها نسبة أو عمولة، بيبقى كأنها ربح. لنشاط المقاولات طبيعة خاصة بتميزه عن باقي الأنشطة، فنشاط المقاولات بيتميز بضخامة وحدة التكلفة عقد المقاولة نفسه. يعني وحدة الإنتاج عندنا هو عقد المقاولة، بيبقى مبالغ كبيرة جدا. علشان كده النظام المحاسبي في شركات المقاولات لازم يصمم بحيث انه يفي بمتطلبات معينة، انه يبقى قادر انه يحصر بنود التكاليف الفعلية في موقع التنفيذ، لانها ما بتتمش جوه الشركة، دايما بتتم بره وفي اماكن مختلفة. بيقدم معلومات بتسهل حساب قيمة الاعمال اللي تم انجازها عشان اعرف بالظبط احسبها واطلب قيمتها من العميل. بعمل مستخلصات واحصل على دفعات مالية من العميل، انا النهاردة انجزت من العمل 30% او 40%. قادر النظام بتاعي يحدد التكاليف بتاعة الاعمال المنفذة ونصيبها كمان في الارباح، ويطلب من العميل سداد المبلغ ده. لازم يبقى النظام قادر انه يعمل موازنة نقدية تمكن الشركة انها تعمل مواءمة ما بين المقبوضات او الفلوس اللي بتاخدها من العملاء وما بين الالتزامات عليها اللي بتدفعها للموردين او لمقاولي الباطن اللي بيساعدوها في تنفيذ العقد. تاني خاصية هي اختلاف فترة تنفيذ العقد عن الفترة المالية. احنا كلنا عارفين ان الفترة المالية في الشركة 12 شهر، وغالبا بتبدأ 1/1 وتنتهي 31/12 إلا في حالات خاصة. أحيانا العقد ممكن يدخل في فترتين وثلاثة، فالنهاردة لازم النظام المحاسبي بتاعي يواجه المشكلة دي. لازم يعمل توازن بين حجم العمالة اللي موجودة في الشركة
وبين العقود اللي بتتفق عليها، هي ما بتنفذش عقد واحد ولا عقدين، مفترض ان بيبقى عندها التزامات في اكتر من عقد، فلازم يعمل توازن بين العمالة المتوافرة والمتطلبات لتنفيذ العقود المختلفة. لازم يبقى قادر على حل مشكلة قياس نتائج الأعمال في منشآت المقاولات، ويحدد بدقة نصيب كل فترة 12 شهر من 1/1 ل 21/12 من تكاليف تنفيذ العقود، الأعمال اللي تمت والمقبوضات اللي اتقبضت، نصيب كل فترة من الأرباح قد إيه. كمان لازم يقدر يحل مشكلة تحديد التكاليف المستنفذة خلال الفترة ويقابلها بالإيرادات، عشان أقدر أطلع قائمة الدخل سليمة بتعبر عن الربح الحقيقي اللي الشركة حققته خلال الفترة دي. كمان علشان الحاجات الغير مستنفذة لسه موجودة عندي، دي أصول لازم تظهر في قائمة المركز المالي. اختلاف مكان التنفيذ، مش دايما بنفذ كل الأوامر بتاعتي أو كل عقودي في منطقة واحدة، لا أنا ممكن أشتغل مرة في المعادي، مرة في الزمالك، مرة في الدقي، مرة هسافر أروح المنيا، هروح أسيوط، هروح البحيرة، وكل عقد بيبقى له المواصفات الخاصة بيه والمساحة بتاعته وشكل المبنى نفسه. كل ده لازم ياخده النظام المحاسبي في اعتباره وهو بيحدد مدة التنفيذ، تكاليف التشغيل، حجم العمالة، الآلات اللي هستخدمها، هل هشتريها ولا أجرها، أساليب وتكلفة نقل المستلزمات لمواقع العمل، إزاي أدبر عمليات تخزين المواد واشتريها إزاي، كل ده لازم النظام المحاسبي يوفر لي معلومات عنه. الاعتماد على مقاول الباطن في تنفيذ الأعمال الفرعية، دي أحد خصائص برضه من نشاط المقاولات. أنا كشركة مقاولات لسه شركة صغيرة، فكل اللي بقوم بيه هي عمليات البناء، لكن التشطيب إني أنا أركب سيراميك، أعمل سباكة، كهرباء، أدهن، أركب ورق حائط، الحاجات دي كلها ما عنديش إمكانيات ولا عمالة تنفذها، فببتدي ألجأ لشركات في نفس المجال تقدر تقدم لي الخدمات دي وتعملها لي مقابل مبلغ معين بدفعه لها، دي اسمها مقاولي الباطن. لازم النظام المحاسبي يراعي مشكلة تعدد الحسابات المرتبطة بالعقد الواحد، ده في حسابات تخصني أنا، تكاليف بتاعتي أنا وتكاليف بتاعة مقاولي الباطن، وإزاي أتحاسب معاهم وأحدد قيمة الخامات اللي سحبوها مني، وهل كانت ضمن الاتفاق ولا براه. اختلاف طرق المحاسبة عن تكاليف العقود، زي ما اتفقنا عندي أكتر من طريقة علشان أحسب تكاليف العقد. ممكن تكلفة العقد تبقى عبارة عن تكاليف التنفيذ زائد نسبة من الربح، ممكن تبقى تكلفة الأعمال المنفذة زائد مبلغ من الأرباح بحدده كنسبة من تكلفة الأعمال المنفذة أو رقم ثابت، ممكن تبقى تكلفة الأعمال المنفذة بس بضيف عليها مبلغ من الأرباح بشرط إن الإجمالي لا يتجاوز الأعمال اللي تم تنفيذها مثلا، أو لا يتجاوز مبلغ معين. تكلفة العقد بتشمل تكاليف توريد مستلزمات فقط أو تكاليف تركيب، ممكن عقد يقول لك لا ده أنا هورد وأركب، كل حسب اتفاق شركة المقاولات مع العميل. تكاليف عقود المقاولات كتيرة ومتعددة، علشان كده احنا مش هنقدر ناخدها كلها، احنا هنركز بس على أهم أنواع التكاليف اللي ممكن تبقى موجودة في أي عقد يتم إبرامه مع أي عميل. فبداية أشهر أنواع التكاليف المستلزمات السلعية، هي المواد الخام، الرمل والأسمنت والطوب والحاجات اللازمة لعملية البناء. بصور حساب اسمه حساب مراقبة مستلزمات سلعية، زي أي حساب في دفتر الأستاذ عندي، الجانب الأيمن ده بيبقى الطرف المدين، الجانب الأيسر ده الطرف الدائن. في المدين أنا بعرض كل المواد أو المستلزمات اللي عندي، فبداية ببتدي برصيد أول المدة، أنا عندي في الموقع رصيد جاي لي من الفترة اللي فاتت، لو هو لسه عقد أنا ببتدي أستمر في تنفيذه ما انتهاش، فعندي رصيد أول المدة، عندي مستلزمات اشتريتها من الموردين، عندي مستلزمات بعتها لي المركز الرئيسي من المخازن بتاعته،
عندي مستلزمات كانت عند عقد تاني اتنفذ وخلص، ودي الباقي فخلاص مش محتاجينه في العقد القديم ده، فجاي لي النهارده اخدها مواد محولة من عقد اخر. كل المواد دي موجودة عندي ملكي مدينة. بحط في الجانب المدين كمان نصيب الموقع او العقد ده من التلف العادي، بس فين؟ في المخازن بتاعة الشركة، نصيبه من التلف العادي في مخازن الشركة. بحط في الجانب المدين مستلزمات منصرفة لمقاول الباطن داخل الاتفاق. أنا اتفقت مع شركة كهرباء هتيجي تعمل أعمال الكهرباء، فخدت مني جوه الاتفاق، احنا كنا متفقين ان هي هتاخد كميات معينة من الرمل او الاسمنت الى اخره. اذا الجانب المدين دايما بيبقى فيه كل المواد الخام اللي عندي او المستلزمات بتاعة الانتاج اللي عندي، سواء كانت رصيد او المدة، حاجات اشتريتها من الموردين، خدتها من المخزن الرئيسي للشركة، جات لي من عقد اخر، كل دي المواد اللي عندي، زائد نصيب عقدي انا من التلف العادي بالمخازن، زائد المستلزمات المنصرفة لمقاول الباطن من داخل الاتفاق. تعالى على الجانب الدائم، مش في المدين الحاجات اللي عندك اللي انت اشتريتها، في الدائن الحاجات اللي انت رجعتها مش محتاجها او غير مطابقة للمواصفات، فبيجي في الجانب الدائن مستلزمات مرتدة او مرتجعة للموردين او للمخازن او مواد محولة لعقد اخر، زي ما انا كنت باخد مواد كانت عند عقد تاني واحطها عندي فتيجي مدين، ممكن انا ادي مواد من عندي لعقد اخر فهتيجي داين. تلف او فقد بالموقع، بس هنا ايه اللي غير عادي وبالموقع، بعديها القيمة البيعية للتلف العادي. فاكر التلف العادي بتاع المخازن؟ لو انت بعته حاجة باظت وبعتها مثلا بمبلغ أقل شوية، القيمة البيعية للتلف ده تيجي داية. أي مستلزمات منصرفة لمقاول الباطن بس خارج الاتفاق، إيه ده؟ إذا داخل الاتفاق بتيجي مدين، خارج الاتفاق بتيجي داية. رصيد أول المدة للمواد كان مدين، رصيد آخر المدة يجي داين. لحد هنا كل البيانات دي النظام المحاسبي بتاعي بيوفرها لي، وبيبتدي محاسب التكاليف يحطها في القايمة زي ما اتفقنا. رصيد كل البنود دي، ابتدي قفل حسابك ورصده. مش دايما الجانبين بيبقوا قد بعض، لا دايما الجانب المدين هتلاقيه أزيد من الجانب الداين. مثلا هتلاقي المدين 1000 جنيه، الداين 300 جنيه. واضح ان في فرق في الجانب الداين ب 700 جنيه. الفرق ده عبارة عن صافي تكلفة المستلزمات المستخدمة. بتستنتج؟ اه بستنتجها وبحطها علشان توازن الحساب او القايمة بتاعتي دي، واقفل حسابي وتظهر صافي تكلفة المستلزمات المستخدمة في قايمة التكاليف. تعال نشوف مثال على القايمة دي، بس قبل ما نبتدي نحل المثال عايزاك تاخد بالك من كام حاجة. بداية المستلزمات التالفة، التلف والفقد سواء بالموقع أو في المخازن، دايما التلف والفقد ده يبقى عادي وغير عادي. خد بالك لو تلف في الموقع عادي ولا كأني شايفاه، محطوش في اعتباري، ما باخدوش. الغير عادي بس اللي باخده واحطه في الجانب الداين من حساب مراقبة المستلزمات. بتتكلم عن مين؟ عن الموقع. عادي ماليش دعوة بيه، الغير عادي هيجي داين. طب وفي المخازن العكس، العادي أجيبه مدين في حساب المراقبة، لكن الغير عادي ولا كأني شايفه. طب لما أجي أعمل عملية بيع للتلف، عادي أو غير عادي؟ الغير عادي ولا كأني شايفاه، القيمة البيعية بتاعته ما تهمنيش. اللي يهمني القيمة البيعية للتلف العادي، يجي في الجانب الدائن لحساب مراقبة المستلزمات. طب المستلزمات المنصرفة لمقاول الباطن، لو انصرف من الموقع داخل الاتفاق
ولا كأني شايفاه، لأن احنا متفقين من البداية. لكن خارج الاتفاق يجي جانب دائن في حساب المراقبة، الكلام ده لو من الموقع. من مخازن الشركة لو داخل الاتفاق بحطه في الجانب المدين لحساب مراقبة المستلزمات، خارج الاتفاق ولا كأني شايفه. طب تعال نطبق الكلام ده على التمرين التالي. البيانات دي بيانات شركة مقاولات خاصة بمستلزمات سلعية للعقد رقم 3، رصيد أول الفترة 20,000، واضح إن ده هيجي مدين. مستلزمات واردة بالمخازن الرئيسية 10,000، برضه مدين. ثانية، ارتد منها 2,000، ل 2,000 هتيجي داين. ومن المورد 15,000، اشتريت من المورد 15,000، يبقى هتيجي مدين. مستلزمات محولة للعقد رقم 4، محولة للعقد مش من العقد. لو من العقد كانت جت مدينة، لكن للعقد تيجي داينة. التلف بالموقع تكلفته 5,000 جنيه، 40% منها مسموح به عادي يعني. القيمة الاستردادية للتلف 1,000، لازم القيمة الاستردادية دي اخدها برضو في اعتباري. يحمل الموقع بنسبة 10% من صافي المستلزمات الواردة من المخازن مقابل التلف العادي بالمخازن. طب ثانية واحدة بس، أنا محتاجة أفكر في الحتة دي شوية. أنت عايز تحمل الموقع ب10% من المستلزمات اللي جاية من المخازن كتلف عادي. طب حاضر، اللي جاني من المخازن 10,000. لا بس خد بالك، هو بيقولك صافي المستلزمات، يعني لازم تطرح ال2,000 اللي أنت رجعتهم. يبقى الصافي 8,000، معنى كده ان نصيب الموقع من التلف ده 8,000 في 10%، يعني 800 جنيه. المنصرف المقاول الباطن من الموقع 6,000 جنيه، نصه داخل الاتفاق. الرصيد الدفتري اخر الفترة 12,000، بينما الفعل 11,000، واضح ان فيه فقد كده او تلف ب1,000 جنيه. مطلوب من حضرتك تصور حساب مراقبة المستلزم. هنبتدي نصور حساب مراقبة المستلزمات السلعية، الطرف المدين والطرف الدائن. عند الطرف المدين هحط رصيد أول المدة، المستلزمات الواردة من المخازن، مستلزمات اشتريتها من المورد، نصيب الموقع من التلف العادي بالمخازن، واتفقنا إن أنا هحسبه 10,000 اللي جاية من المخازن ناقص 2,000 المرتد، يبقى 8,000 في 10% طلعت 800. ده الجانب المدين. للجانب الدائن هحط المستلزمات اللي رجعت للمخازن 2,000، مستلزمات محولة إلى موقع آخر 5,000. تكلفة التلف غير العادي بالموقع، هو قال لي النهاردة إن التلف كله 5,000، 40% عادي ولا كأني شايفاه، 60% الغير عادي هو اللي أنا هاخده. طيب تعالى للقيمة البيعية للتلف ده، اتفقنا إني أنا الغير عادي ما باخدوش ولا كأني شايفاه، هاخد القيمة البيعية للتلف العادي اللي هي 40%، فالألف في 40% ادي 400. مستلزمات منصرفة من الموقع لمقاولي الباطن خارج الاتفاق 3,000 جنيه. مواد مسروقة عرفتها من الفرق ما بين 12,000 اللي في الدفاتر وال11,000 الفعلي، ده تلف غير عادي بالموقع. اسفه، ده رصيد اخر، تلف غير عادي بالموقع 1,000 جنيه، 11,000 رصيد اخر المده الموجود زي ما الجرد الفعلي قال لي. ابتدي اجمع طرفين الحساب، هلاقي المدين 45,800، الدائن 25,400. لا ناقصه، لازم يكمل زي الطرف المدين. فالمتمم او الفرق 20,400، المبلغ ده صافي المستلزمات السلعية المستخدمة في العقد، وده اللي بيظهر في قائمة التكاليف. دي الملاحظات اللي بتبين لك الأرقام اللي أنا حطيتها في حسابي. التلف بالموقع واضح إن العادي أنا أهملته، خدت الغير عادي. القيمة البيعية العكس، بهمل الغير عادي وباخد القيمة البيعية للعادي. نصيب الموقع 4 من التلف العادي بمخازن المركز الرئيسي، الصافي زي ما اتفقنا 10,000 ناقص 2,000 في 10%.
الحل فترتك قد ايه؟ من 1/4 ل 31/12 اعد على ايدي 9 شهور، الشهر ب 3000، يبقى الاجور اللي بتخص الفترة 27000. ده حل. الحل التاني، لا انا ممكن احسبها بطريقة تانية. انت بتقول ان اخر شهرين انت ما دفعتهمش، الفترة كلها 9 شهور، يبقى في 7 اتدفعوا، 7 × 3 ب 21، واتنين ما اتدفعوش، 2 × 3 ب 6000، اجمع ده مع ده هيوصلني لنفس 27000. الطريقة اللي تريحك استخدمها. كمان مثال، بدأت أشتغل في العقد به من 1/4، الأجور الشهرية 3000، دفعت للعمال اللي عندي 36000، قول لي الأجور اللي بتخص الفترة. لا، من 1/4 ل 31/12 آخر المدة 9 شهور، في 3000 الأجور اللي بتخص الفترة 27000. إذا معنى كده إن الأجور اللي بتخص الفترة هي الفترة بتاعت العقد منذ بدايته حتى نهاية الفترة المالية 31/12، أضربها في الأجر الشهري يطلع لي اللي بيخص الفترة. الشركة دفعت أكتر من كده أقل من كده أنا ماليش دعوة، أنا المهم إن يخش ضمن قائمة تكاليفي ما يخص الفترة 27000. طيب في تكلفة تاني؟ تكلفة العمل الآلي. أنا في نشاط المقاولات بيبقى عندي عربيات نقل، عندي جرارات، عندي خلاطات بتخلط الرمل مع الزلط، عندي رافعات، عندي أوناش، عندي حاجات كتير جدا. مفترض إن تكلفة العمل الآلي ده أحسب لها إهلاك ومصاريف صيانة وأجور سائقين، وبصور حساب اسمه حساب مراقبة تكلفة العمل الآلي. طب واحدة واحدة، إهلاك الآلات بتحسبه إزاي؟ بطرق كتيرة جدا، بس أنا النهاردة هاخد 3 طرق بس. الطريقة الأولانية القسط الثابت، سهلة، تكلفة الآلة ناقص قيمة الخردة لو موجودة، مش موجودة تبقى بصفر، في معدل إهلاك هو هيديهوني في المدة. مثال، آلاتي ابتديت أستخدمها في العقد اللي أنا بشتغل فيه ده يوم 1/5 بمبلغ 10600 جنيه، الخردة هتبقى ب 600 جنيه، بهلكها بنظام القسط الثابت بمعدل 20%. احسب الإهلاك. قبل ما احسب الإهلاك الفترة نفسها من 1/5 ل 31/12 8 شهور، خد بالك عشان 20% دي سنويا تخص 12 شهر. انت استخدمت الآلات 12 شهر؟ لا انا استخدمتها 8 بس. يبقى وانا بحسب الاهلاك من فضلك، تكلفة الالات 10600 ناقص 600 خردة في 20% السنوية في 8 على 12 المدة بتاعتي، يطلع 1333. طبعا الرقم ده بعد التقريب. تاني طريقة، اعادة التقدير. في بعض الحاجات اللي انا بستخدمها في عقود المقاولات القيمة بتاعتها ما بيبقى لهاش الأهمية النسبية اللي تخليني أطبق طريقة القسط الثابت أو المتناقص، فبعمل عملية إعادة تقدير. حاجة تشبه كده مثلا الأخشاب والأحبال اللي أنا بستخدمها في كل عقد، دي بتتنقل من عقد لعقد وبستخدمها، بس قطر الاستخدام والنقل بيهلك جزء منها. أعرفه منين؟ قالك بتعمل لها إعادة تقدير، بتشوف كده واحد يبقى بيفهم فيها الحاجات دي تمنها كام دلوقتي. فمثلا لو في عقد ابتديت أشتغل فيه كانت تكلفة الأخشاب والحبال في أول المدة 2000 جنيه، في نهاية الفترة جينا نقيم الحاجات فالراجل قال لا الخشب والحبال اللي باقيين دول ب 1200 جنيه، معنى كده إن إهلاك الفترة كام؟ 800 جنيه، الفرق ما بين قيمتها أول الفترة وقيمتها آخر الفترة. الطريقة الأخيرة معدل إهلاك الساعة، ودي بتبقى بالنسبة للآلات اللي تبقى شغالة في أكتر من عقد. أنا النهاردة الونش أو الخلاط ده اشتغل في العقد ألف ساعتين، وفي عقد ب 3 ساعات، وراح عند جيم اشتغل ساعة، وهكذا. أحسب إهلاكه إزاي؟ قالك أول حاجة بحسب معدل إهلاك الساعة الواحدة. الآلة دي لو اشتغلت ساعة الإهلاك بتاعها بكام؟ تكلفة الآلات ناقص القيمة التخريدية إن وجدت على عدد الساعات المقدر
انها تشتغلها الآلة دي خلال عمرها كله. اعرفها منين؟ المهندس وانا بشتري الآلة قال لي الآلة دي هتشتغل عندك 100 ألف ساعة، 200 ألف ساعة، هو اللي بيقول. طيب الإهلاك اللي بيخص الفترة، أنا من الخطوة رقم واحد طلعت إهلاك الساعة. إهلاك الفترة هي الساعات اللي اشتغلت فيها الآلة دي عندي خلال الفترة في معدل إهلاك الساعة. تعال خد مثال، تبلغ تكلفة الآلات 10600 جنيه، القيمة التخريدية 600 جنيه، يقدر تشغيل الآلات خلال حياتها الإنتاجية ب100 ألف، أجور السائقين 5000، معدل أجر الساعة للسواق 5 جنيه لكل ساعة، مصاريف الصيانة 900 جنيه. عايز حضرتك تحسب تكلفة العمل الآلي كله؟ آه كله. طب أنا عندي مصاريف صيانة وعندي أجور سائقين، ناقص لي الإهلاك. ما هي تكلفة العمل الآلي 3 بنود، إهلاك ومصاريف صيانة وأجور سائقين، أنا عندي 2 جاهزين. طب تعالى نحسب الإهلاك. الآلات دي قيمتها 10600، الخردة بتاعتها 600 جنيه، مقدر إنها تشتغل 100 ألف ساعة. قسمت 10600 ناقص 600 على 100 ألف ساعة، المقام بس ناقص صفر، خطأ معلش مطبعي، هيساوي 1 من 10 جنيه لكل ساعة. طب اشتغلت عندك في العقد كام ساعة؟ ادور كده في التمرين مش هايل، مش قايل اشتغلت كام ساعة. طب انا هحسبها ازاي؟ قال لك ثانية واحدة، هي مش اجور السائقين اللي بيسوقوا الالات دي 5000 جنيه، وانت كنت بتقول ان انت بتديله في الساعة 5 جنيه، معنى كده ان السواقين دول اشتغلوا عندك كام ساعة؟ 1000 ساعة. طيب يبقى الآلات هي كمان مش هتشتغل لوحدها، هتشتغل بالسواقين بتوعها. الآلات جم اشتغلوا عندك 1000 ساعة. إذا الإهلاك اللي بيخص الفترة 1000 ساعة في 1 من 10 جنيه لكل ساعة، إهلاكك ب100 جنيه. تقدر تحسب تكلفة العمل الآلي؟ آه، 6100 إهلاك، 5000 أجور سائقين، 600 مصاريف صيانة. معنى كده ان تكلفة عقود المقاولات بتبقى متعددة ما بين مستلزمات سلعية وما بين اجور للعمال اللي بينفذوا العقد وما بين تكلفة عمل آلي الى اخره. في نوع من التكاليف مهم كمان اللي هي تكلفة عقود مقاول الباطن، مش كل حاجة في العقد انا قادر انفذها، ما عنديش امكانيات لده، فابتديت اسند بعض الاعمال لمقاولين اخرين وابتديت استلم منهم الشغل. عايز اعرف تكلفته قد ايه عشان احطه في قائمة التكاليف اللي عندي. فقال لك مثال، تبلغ قيمة عقود الباطن 50 ألف جنيه، انا اديت للناس دي شغل يشتغلوه قيمته اتفقنا عليها انها 50 ألف جنيه، نفذوا ما قيمته 80% وخدوا شيكات ب42 ألف. الشيكات دي الفلوس، المبالغ اللي انا دفعتها، بس مش دي التكلفة بتاعت العمل. هو احنا اتفقنا ان التكلفة بتاعت العمل كله كام؟ 50 ألف، اتنفذ منها 80%، 50 ألف في 80% 40 ألف جنيه، دي اللي تظهر في قائمة التكاليف، مش المبالغ اللي انت دفعتها للمقاول. وخد بالك لازم من فضلك تبقى أم قادر تفرق ما بين اللي اتدفع للمقاول ليش دعوة، ما بين قيمة العقد ماليش دعوة، وما بين اللي اتنفذ فعلا وانا قبلته او استلمته اللي هي النسبة، ده اللي بيظهر في قائمة التكاليف. في تكاليف اخرى، بيبقى عندي تكاليف ادارية، نفقات عامة، مرتبات مشرفين، كل الكلام ده. مثال، تبلغ القيمة التعاقدية للعقد ألف 300 ألف جنيه، ابتديت أنفذه من 1/5، هحمله بنسبة من المصاريف بتاعة الإدارة المركزية، الشركة والأساس بتاعها والمرتبات والحاجات دي كلها، كل المصاريف الإدارية بتاعة المديرين والحاجات دي، هحمل العقد بيها علشان أحسب الربح الصح بتاع كل عقد بنسبة إيه؟ 4%. طيب
4% دي سنويا؟ سنويا يعني 12 شهر. طب بس انا العقد بتاعي ما ابتداش من 1/1، انا عقدي ابتدى من 1/5 ل 31/12، يعني 8 شهور. تكاليف إدارية 4% من القيمة التعاقدية، القيمة التعاقدية 300 ألف، ف4% بس في 8 على 12 حسب المدة. طيب أحسب ربحية عقود المقاولات إزاي؟ لازم أبتدي أعرف الأول الأعمال المنفذة التامة اللي قبلها العميل. أنا باجي أنفذ وبطلب من العميل يجي يستلم مني، فبتبقى الأعمال المنفذة أو التامة نوعين: أعمال معتمدة قبلها العميل واستلمها والمهندس اللي العميل جايبه قال إن الشغل ده كويس واستلمه، معنى كده إن الأعمال دي هتولد لي إيراد يبقى لها قيمة، وفي مستخلصات وشهادة من المهندس إن الأعمال دي تم تنفيذها وسليمة والعميل قبلها. طب والأعمال التانية؟ أعمال منفذة بس العميل والمهندس بتاعه رفضوا يستلموها. ليه؟ شايفينها مش مطابقة للمواصفات اللي هم عايزينها، فيها بعض العيوب، محتاجين بعض الإصلاحات فيها، يبقى بتعتبر أصول بالميزانية لحد ما أنا أبتدي أصلحها. معنى كده إن تكلفة الأعمال المعتمدة أجيبها إزاي؟ كل الأعمال المنفذة التامة ناقص الأعمال الغير معتمدة. طب إجمالي تكاليف العقد بتبقى عبارة عن تكلفة الأعمال المنفذة التامة زائد التكاليف المقدرة لاستكمال العقد، دي تكاليف العقد كلها. أحسب الربح إزاي؟ قال لك بيتم حساب ربحية العقد كنسبة من اكتمال العقد اللي هي الجزء المنفذ والمعتمد واللي استلمه العميل، أو كنسبة من التكلفة. إزاي؟ أول نوع الاكتمال كنسبة من القيمة، بجيب شهادات المهندس بقسمها على إجمالي قيمة العقد في 100. مثال: تبلغ القيمة للعقد ألف 100 ألف جنيه، المهندس بتاع العميل إداك مخالصات أو شهادات إن الأعمال اللي اتنفذت واعتمدت واتقبلت 60 ألف، معنى كده إن نسبة الاكتمال كام؟ 60%، دي اللي أنا أحسب عليها ربحي. أو الاكتمال كنسبة الأعمال المنفذة التامة على إجمالي تكاليف العقد، فبيقول لك لو الأعمال المنفذة 40 ألف والتكاليف المقدرة لاستكمال باقي العقد 10 آلاف، معنى كده إن تكاليف العقد كله كام؟ 50 ألف، التام زائد اللي لسه هيكمل. طب نسبة الاكتمال اللي تم 40 ألف على 50 ألف في 100، طلع 80%. بعد ما بتحسب نسبة الاكتمال بتشوف لو نسبة الاكتمال أقل من 50%، هنا الشركة غالبا ما بتحسبش أرباح للعقد، لسه ما اشتغلتش قوي ما تحسبلوش أرباح، بترحل تكلفة الأعمال المنفذة لقائمة التكاليف الخاصة بالفترة. لو النسبة أكتر من 50% بحسب للعقد ده ربح وأعمل مذكرة وأعرضها على المسؤولين. دي كانت نظرة سريعة لنظام محاسبة شركات المقاولات، أرجو إني أكون فدتكم وعرضته لكم بأسلوب مبسط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.